هزي عندك شي ساك ولا شي حاجه؟ اش عندك؟ خليته في ايده. ايده 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 تروحين فين انت وهي؟ تعالي صوري مع العبد. تعالي هنا صوري. تعالي راحه فين؟ صوري. تعالي هنا. تعالي هنا. يدخل الحمام ده يخرجه. ايه ده؟ مش في برنامج مكلفه دم قلبي؟ واخد شويه بتهربوا؟ ايه يا جماعه؟ يعني واحده تشتمني والثانيه تبرر بشعر الشباب؟ ايه كده؟ مش عيب تقولي احترمي نفسك؟ انا اشتمت. انا يتقال احترمي نفسك وانا تقولي لي ديالك سوده ولا ديالك سوده؟ ايه لابسه اسود يا اخي؟ خليني احترمك. عارفه كان اختار من نفسك اكبر مني. لا 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 لابسه اسود ده مش عيب. صافي صافي غندخلوا. دي مش عيب بس تقولي احترمي نفسك عيب. لا 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 فيفي لا. مش لابسه اسود ولا سوده مش عيب؟ لا معلش واللي عيب انني قلت لا عادي حبيبتي بس ايه اللي عاجبك عليا ده عيب؟ اجي نجلسون بالخاطر اجي. هو انت كده اصلا؟ لا انا مش كده خالص. متخيبش ظني بس هو اليوم منيل على عينه وعامل لكم ايه يعني؟ مش احنا بتشايفيني قدامكم يعني ليه طيب؟ داكشي ديال الله. ليه بتعملوا معايا كده؟ وانا بحبكم جدا ليه؟ داكشي ديال الله زعما ما كاينلاش تعصبي ولا اجي 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 اجي. الله ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه كده؟ علاش تد علينا دابا الباب؟ مين اللي ماسك الباب؟ انا ما تخيلتش ان انت بتعملي كده. مين اللي ماسك الباب؟ لا انت ليه بتتصرفي كده؟ مش عيب؟ مين لا بجد قولي حل الباب. والله انت بتعملي مؤامره عليا. قولي شوفي مش هيقدروا يفتحوا الباب. قولي حل الباب. لا مش هفتحه. قولي حل الباب. لا مش هفتحه. قولي حل الباب. لا مش هفتحه. هتخش ولا لا؟ خلي بالك. ايه الاسلوب ده؟ شوفي من قبيله وانا انتوا جايين تعملوا معايا برنامج. من قبيله وانا محتاجه. انتوا عايزين تخربوا بيتي؟ من قبيله وانا محتاجه. انتوا عايزين تخربوا لي بيتي في السما؟ عايزين تخربوا بيتي انتوا؟ ليه؟ هي دي مش فلوس كلها متكلفة عليا؟ احنا بنات شو حالنا؟ احنا عيالكم بس كتخلعني حالنا وحالكم مش عارفين في عقلي. ما تخاف من الله! ما تخاف من الله! ما حد ينفهنا ما تخاف من الله! والله والله رغم السقف وانت فاش دقة فيفي شوف اش من دقة احنا انا وفاش نوصلوا ورا عيقات يا صاحبتي. انا جاية لك من المغرب وانا قالوا لي فيفي وانا بحبك يا ربي. لما عرفت فيفي قلت اوكي لانه انا بحبك يعني ماشي شوية بالذات. وانا غصب عني والله غصب عني والله غصب عني وربي غصب عني وربي غصب عني. صرفة كل فلوسي كل فلوسي راحت في الانتاج. انا كل فلوسي راحت في الانتاج. صافي صافي راحت كل فلوسي في الانتاج. صافي جلسي صافي. خربين بيتي انا اول مرة انسك. اول مرة انسك. جلسي 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 صافي 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 صافي. ما بغيناش نشوفوك بحال هكا. ما بغيناش نشوفوك بحال هكا. انتي استغفر الله العلي العظيم. انت مصدومه يعني هذه كل فلوسي راحت حرامي سرقوني البرنامج خربوا بيتي فيه يعني يرضيكي كده؟ ما تبكيش الله يرحمك ويرضيكي يرضيكي كده؟ انت فاكره انا كده؟ انا مش كده خالص. انا مريحه جدا. انا مش عارفه ايه اللي جرالي. انا بحبك. ما تصدميش انا بحبك كمان والله. اي لاف يو صدقيني. مش عارفه يعني ايه اللي حصل. مش عارفه مش عارفه ايه اللي حصل. جاوبنيش يا اختي. عندك شي واحد نعيط له يجي؟ نعم في حد من ليكيب ديالك يجي؟ نعيط لشي واحد يجي عندك هنايا. جايين لي هم الموسيقيين والفرقه خارجين بيتي. انا من امبارح بصور لغايه 10 الصبح.